أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الحلف كذبا في المواضع التي يجوز فيها الكذب؟ لا، ما يجوز الحلف كذبا. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. لا يجوز الحلف بالله كاذبا، هذه صفة المنافقين، يحلفون على الكذب وهم يعلمون. نعم.